مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في طلعت نهاركم. الخبر اللي خدا الصداره في مواقع النت والفيسبوك وخدا العيون في الصحف الوطنيه هو على احتفال البارح الجزائر بالذكرى 51 لاستقلال الجزائر، وناس الفيسبوك ما راطاوش هذه المناسبه باش يبوبليو تعليقاتهم وتهانيهم، وين شفنا ماكس دو بارتاج كومونتير على لي باج دو فيسبوك. تاريخ 5 جويلية يسجل واحدة من أجمل الصفحات من تاريخ الجزائر في الكفاح من أجل نيل الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية المسلوبة بعد 132 سنة من الاحتلال الفرنسي، وقالوا هي مناسبة لترحم وعرفانا للأشخاص اللي مدوا روحهم ودمهم الزكية الطاهرة فداء للوطن. أما كريم ريزو قال باللي هذه مناسبة وذكرى لأخذ العبر والدروس في التضحية والفداء. وفي لاباج تاع نساء العالم تنجب أطفالا إلا نساء الجزائر تنجب أبطالا، بارتجوا فيديو لشهداء اللي خدات 120 جام و60 كومنتار. من بين التعليقات تعليق طارق رحال قال الله يرحم الشهداء الأبرار اللي دافعوا على البلاد. وغوز نوا كومنتات بمناسبة الذكرى 51 استقلال الجزائر، وهنئ كافة الشعب الجزائري كبير وصغير على نعمة الحرية. بعض الوزراء اغتنموا الذكرى 51 عيد الاستقلال والشباب وقدموا تهانيهم على لي باج دو فيسبوك ديالهم، من بينها المبادره اللي قام بها وزير البريد والتكنولوجيا الاعلام والاتصال موسى بن حمادي اللي تقدم لكافه الشعب الجزائري عامه ولفئه الشباب خاصه باحر التهاني واغلى الاماني في باج ديالو، راجيا من المولى عز وجل ان يعيدها علينا بالخير واليمن والبركات. القات مبادره الوزير 312 جام و50 بارتاج وشحال من كومنتير. من بين التعليقات تعليق مليكي نادير اللي قال بارك الله فيك، هكذا يكون تواصل ولا ما كانش. اما اسطوره ريم قالت التواصل الدائم ما يكونش غير في المناسبات مي دائما. وسوميه ميتيش قالت باللي كل عام وتزاير وشبابها بالف خير وتحيه لشهدائنا الابرار. البارح تزينت شوارع الجزائر بلي فلوغ وطونوبيلات تاع زمان كيما الكوكسينال للاحتفال بالذكرى 51 لاستقلال الجزائر، بلا ما نساو اصوات الترومبات اللي العاصميين سمعوهم من بعيد واللي كانوا برا حبسوا قعدوا يتفرجوا في هذا المشهد الجميل اللي رجعنا ليامات زمان، وقيمتهم تكمن في قدمهم ومدى احتفاظ اصحابهم بهذا الكنز التاريخي اللي من المفروض يتم تخصيصه للمتاحف، خاصه حتى الجميع يقدروا يتمتعوا بهذا التراث ويحسوا بلذة الماضي والاجداد. لفيسبوك علقوا على هذا الديفيلي وقالوا مانغري هاد الطوموبيلات قدم بصح مازالهم الناس يتفكروا لي مارك تاع الطوموبيلات وقعدوا غير يسموا فيهم بالوحده. الفيديو اللي بارتاجوها ناس الفيسبوك هي على اقتحام قوة الامن المصرية استوديو قناة الجزيرة مباشر مصر، واحتجزت الناس اللي خدموا فيه، وهذا على حساب واش قالت هذه القناة في شريط احمر على الشاشة. البث توقف وخلوا مشاهد الاحتفالات تاع مصر في ميدان التحرير هي اللي تبان على شاشة هذه القناة. هذا الفيديو اللي دات نسبة مشاهدة كبيرة وين لحقت 720,866 مشاهدة غير في 12 ساعة، ولقات 949 جام و867 كومنتير. من بين تعليقات اللي حطوها لفيسبوك انهم حابين يحاكموا مرسي وكل واحد شارك معاه في قتل المتظاهرين ولازم يخلصوا على واش داروا، وكاين اللي تأسفوا على هذا الوضع اللي راهو صاري في مصر اللي كانت ام الدنيا ودرك ولات الاوضاع فيها ماشي مستقرة. اما سمسم جو قال في باج فيسبوك باللي الجزيره كذبت وتفنت في اغضاب الشعب كي نشرت اكاذيب ودخلت مع المصريين وردوا لهم الصرف وديسيداو باش ما تكونش عندهم بلاصه في مصر. لا باج 123 فيفا لالجيري وتانيت كل نساء العالم تنجب اطفالا الا نساء الجزائر تنجب ابطالا، هي باجه واحده اخرى تاع فيسبوك بداو يبوبليي وصور على شهر رمضان الفضيل واغتنموا الفرصه بيسك البارح كان اخر جمعه لشعبان، وكامل فيسبوك بداو يعلقوا على هذا الصور وتفائلوا بالخير وقالوا بلي ان شاء الله يكون شهر اللي تتمحى فيه كامل السيئات ويكون خفيف سورتو راح يتزامن مع فصل الصيف. وبيبلياو تاني في باج البنات وجدوا رواحكم لرمضان والكوزينه،
تعليقات كثيرة حطوها لفيسبوك وقالوا بلي رمضان ماشي غير ماكلة وطيب، مي هو شهر عبادة. أكيد الماكلة راح تزين الطابلة بأشهى الأطباق، مي الواحد لازم يغتنم الفرصة في هذا الشهر. كانوا هادو مشاهدين أهم طلات النهار اليوم. تقبلوا مني تحياتي وتحية مشرفات الحصة فهيمة بن سعيد. نلقاكم في جديد مي مع طلات واحدة أخرى وتكون جديدة. سلام.